شغاله مثل من فاعل. المركز الرابع في الامتياز الوطني التعليمي الحمد لله. مشروعي في مجال الكيمياء، الفكره الاساسيه منه اني صنعت 11 فلتر لازاله اكسيد النيتروجين من البيئه. قد اكون انا اللي واقفه بالصوره، بس اكيد وراي كثير دعموني، امي وابوي، صحباتي، معلماتي، اداره المدرسه، اداره منطقه مكه المكرمه. شكرا للكل يا رب. الحياه ورديه، الحياه ورديه، الحياه ورديه الحمد لله. الحمد لله سعيده، الله يسعدك ان شاء الله ويوفقك ومنا لنا يا رب. الحمد لله، اللهم لك الحمد، نشكر الحكومه ونشكر الداعي، اللهم لك الحمد. الف مبروك للجميع، ان شاء الله في عروسنا، ان شاء الله في امتحان، ان شاء الله. شكرا لكم.